يمكن لو هنتكلم يعني عن الموسم ده للزمالك بشكل عام، كنت قلت في اول الحلقه انه الزمالك تقريبا مستقبل حوالي 36 او 38 هدف في 36 هدف في 34 مباراه. يمكن الموسم ده مش الموسم اللي يتقاس عليه حاجات كتير، بس بالتاكيد ده يدل على شيء، فده يدل ان انت عندك انت كل ماتش بيخش مشكله فيه جون. دفاعيه كبيره. انا عارفه ان مثلا واحد زي الونش دوت كان هيأثر وهيفرق كتير مع الزمالك، مش موجود معانا طبعا، ربنا يشفيه ويرجعه اقوى من الاول. برضو كان عندك غيابات كثيره على طول الموسم، غيابات كتير في خط الدفاع، فده اكيد اثر. بس برضو مش الزمالك اللي استقبل عدد الاهداف ده، يمكن بواقع هدف او هدفين لكل مباراه، فاهم قصدي؟ سنجي، الفرقه اللي بتعوز تكسب مش هي اللي بتهاجم بس، عشان تكسب لازم يكون عندك توازن دفاعي هجومي. انت بتنزلي الماتش او الملعب بتبقي معاكي بونت متعادله، معاكي نقطه لا تحافظي عليها لا اما ايه تزوديها يبقوا ثلاث نقط. يعني انت نازله مش خسرانه حاجه، انت الناحيه الدفاعيه لو ما اهتمتيش بيها اكيد لازم تخسري. صحيح. وده اللي حصل السنه دي، اللي احنا خسرنا كتير بسبب ان احنا ما عندناش توازن دفاعي وهجومي. لان انا مش هاجم بس، انا لو هاجمت بس ما انا اكيد هيخش فيها جوان، وممكن انا اروح بهجمات 10 12 ممكن اجيب واحده ويطرح عليها 3 4 كور يجوا جوان. وده اللي حصل في ماتشات قريبه جدا، صحيح، ان انت ضيعتي مثلا 5 6 جوان وكورتين ثلاثه راحوا دخلوا فينا. بس انت لازم تعملي توازن في الملعب تكتيكيا في الناحيه الدفاعيه.